كما تلاحظون إخوان، يعني من أول 100 كونس حصلنا على لاعب إيبيك، وهذا شيء أسطوري بطبيعة الحال. السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم إخواني كنا في هذا المقطع الجديد. كما ترون في عنوان الفيديو سوف أشارككم في هذا المقطع ثغرة الحصول على لاعب بيك تايم من باكج بيك تايم خاص بمانشستر يونايتد الجديد، أو نسخ هايلايت أسطورية، يعني الثغرة مضمونة بنسبة 70% إن شاء الله. يعني جربوا الثغرة ولن تندموا إن شاء الله، واكتبوا لي في التعليقات أي لاعب حصلتم عليه. المهم سوف نجرب هذه الثغرة معا وسوف نرى اللاعب الذي سوف نحصل عليه. أول خطوة سوف نقوم بها الدخول عند أونانا مرة واحدة، ثم نفس الشيء عند ميك توميناي، ثم هاري ماغواير مرة واحدة والاطلاع على احصائيته هكذا اخوان. بعدها سوف ننتقل عند مونت مرة واحدة، نفس الشيء عند ديوغو دالوت، انطوني مرة واحدة والاطلاع على احصائيته، ثم نفس الشيء عند امرابط، ثم يا اخي كريم مرتين عند وان بيساكا، ثم كاسيميرو مرتين اخوان والاطلاع على احصائيته هكذا، ثم مرة واحدة عند ليساندرو مارتينيز، نفس الشيء عند إيريكسون، ثم مباشرة ما عليكم سوى الرجوع واللف ب 100 كوينز أو 900 كوينز. وبهذا إخوان كما ترون حصلنا على لاعب هايلايت، يعني الثغرة مضمونة إن شاء الله. أوكي إخوان كما ترون حصلنا على ميك توميناي، يعني الثغرة مضمونة إن شاء الله. اكتب لي في التعليقات أي لاعب حصلتم عليه من هذه الثغرة.